وفي الحديدة تم توزيع منح مشروع التدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة بدعم كويتي. وأفاد مراسلنا أن المشروع استهدف 100 امرأة من مديريتي حيس والخوخة بعدد من حقائب التمكين الاقتصادي، ويسهم المشروع في التخفيف من معاناة الأسر وتمكين النساء من إعالة أنفسهن وأسرهن نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة والحرب التي تعيشها البلاد. المؤسسة تستقبل النساء والفتيات بشكل عام وبالشكل الخاص المؤنفات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا احنا في المؤسسة استقبلنا هذه الدورة أساس أنه دربنا بخور خياطة وتم تدريبهن وتمكينهن وتأهيلهن، كما أن استفادن في التعليم. تم تدريب احنا في مجال البخور العطور لمده شهر، والحمد لله ان استفدنا من هذه الدوره، والحمد لله على هذا الشيء. والان تم اليوم تسليم احنا الحقيبه اللي استلمناها من المؤسسه، وان شاء الله تكون مع بادره خير لحنا ان شاء الله، ويتم ان شاء الله تطويرها اكثر واكثر، والتي سوف تسهم في تحسين اوضاعنا المعيشيه في ظل هذه الظروف الصعبه، حيث وإننا نعاني من صعوبة المعيشة بسبب الحرب، وحصولنا على هذه المنحة أصبح بإمكاننا أن نعتمد على أنفسنا وأن نعيل أسرنا ونحارب الفقر والحاجة.